حتى لا لا العكس هي هذا. بسم الله بسم الله بسم الله. ايوه اهو كاس علمتك. ما تخافوش عليا بنتي. طيب وليد طيابه. هذاك هو انت لصقتيهم. اي صاي. ها يا سيدي عسلامتك، شنو احوالكم؟ شاهي طيبه وصحه شربتكم كل واحد وقته. جبت لكم الفيديو اليوم مع هجور الطيب في الخبز الطابونه اللي يقول لك هاي باش نخليكم تعيشوا معايا لحظات مع تطيب الخبز في دار عمر خوي. يلا نمشي مع بعضنا. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل، صباح الفل الياسمين للناس الحلوين كيفكم انتم الكل. باهي اليوم باش نعملوا خبز طابونه. عيطت لهادي قلت لها ايش اصور هذه باش نعمل الخبز. راني نطيبه في الفور، اما في الطابونه تتشوفوا تشبع ضحكه وحده. يا بنتي يوم عمري ما طيبت راهو ما لصقت خبز في الطابونه. اول مره تعملي طابونه. امي يرحمها يعني هي الله يرحمها. شربت عليها هكاك يعني باش والله خاطر الواحد باش يشري الخبز الطابونه. ما فماش برشا لمحل طابونه طابونه. شربت عليها على عيد على اي حاجه هكا الواحد يلقى ولا انا لحيتي لي شهوتي اليوم خاطر وانا ملي في كندا حتى جماعه طمعتهم التوانس المتابعين نتاعي باش نروح نعمل طابونه باش يبني لي بني طابونه باش نعمل كوشه باش نعمل غنيه ولا واحده منهم تحققت. روحت ما عندي وين نحط الطابونه ولا كاو مش عملتها في السطح ليه مش ما عنديش ما ترمزت ما نكونش في نحط طابونه غاديكا بالطبيعه كاو ما لقيتش من نشريها انا بطلت نحيت شهوتي ما عندي هيجة هكا هي بديت باش نعملو انا خبز طابون نعملو سميد صافي راح ما نحطش فيه الفريم. سميد خبز هذا اي زوز كيلو سميد حكار امبا زيت سخنتو الزيت سخون الزيت اي باش يبسس به يبسس كيف تاع السميد يجي خبز مبسق طبعا زيت زيتونه ريحته وحدها نحلو هكا كيف ما تبسس المقروط ايوه ما لقيتوش انتظرونا باش تعملنا حاجه حلوه راه باش نصور لكم بعد الفيديو هذا نتاع خبز نتاع الخبز الطابونه باش نعملوا حلو العيد ما نقولكمش راه يخلي يهبط في وقت كيما شفتوا عملت لكم البشكوت من عند هيجل ان شاء الله المره الجايه الفيديو هذا اللي بعد هذا باش يكون حاجه حلوه زاد نتاع العيد اللي دار هذه الخميره انا خطر عربي اي هذه هيك نحلها فرن الحاجه ما يعرفوهاش هذه انت تعمل بها هي وعملتها في الماء اي حلها على هذيك انت تحب توريها لهم للي ديما يعمل في الخبز والكل هذه ارخص تكلف وهاي بتعرفي أبني يحكيو عليه وخي اي لا والله حتى الاخرى هذه بشكل بالواحد اهو ريحتها طلعت كيف العجينه هاي فما ناس تموتها في الماء وتشربها كدواء بعض الخوي يقول لك تضعف ويقول لك تقوي المناعه بالنسبه لامراض السكر تنفع برشا قالوا في امراض السكر ولهنا ها هاي الخميره عملتها في الكيس وبالطبيعة افتح الخبز هذاك لازم منه هذاك اللي هو متكون من انا شريت سينوج سينوج حبه حلاوه بسباس وجلجلي ما عرفتش حبه الحلاوه فيه ولا لا كاني شميت ريحتها الله اعلم اما هو بسباس اما نضيفه نظفته ولا حتى حطيته على الواحد هكا ونظفته ونصبوا الميه ما فاتت كي جالي بابا شق فطرو بحذاي وانا ناسيه اللي بابا ما يحبش الفحم تاع الخبز كله طيبت هيلو كيف طيبته بالخيار بنيتي قلت والله غالب نسيتك يحب الجمله ما يحبش يحب الخبز هكا لطيف على على عمار عمار والله لطيف على عمار تعيط البوها عمار وانا نعيط لعمار مادام بنت تعيط لعمار والله العظيم هي تعيط عمار نعيط انا عمار كاو يقول كان عايط بابا طب يتلفت ليش تعود عليكم اللي انتم صغار انت وخوتك الكلكم تعيطوا الكل وبشر الله يرحمها تعيطوا لها بشر
خاطر تربينا في العيله هذه مع دار مامتك. دار عمك ودار مامتك كلها. عندي عمتي مداد انا وياهم بيناتنا جمعتين بالضبط. وعمي الاخر اللي قبلها اكبر مني بثلاث سنين. يعني عشنا مع بعضنا، هما يعيطوا لبهم امهم بابا وامي. وعيطوا لامي والبابا بشرى وعمه. صحيتوا. والله اللي كبيرة بالقدان سخيل هذيك امي، خاطر حكم اني انا وعمتي نداد نبيتوا مع بعضنا يعني انا وياها عند مامتي. نسخايل يعني هذيك امي الحقيقيه. مامتك هي امك الحقيقيه. الله يرحمهم الكل وينعمهم. تو باش تعجنها بيدك ولا بالماكين؟ لا عندي الشمس عجنها. تلمهم بعد؟ ايه نلمها وبعد تخليها تخمر قبل ولا تعجنها وبعد تخليها تخمر؟ انا باش نعمل لها ضربه خفيفه بيدي هكا هكا عجنه ونخليها تخمر. هاي باهي باهي. نحطها في العجينه نعجن. اي احسن هكاك. الخبز هذا ما نحبش الجيري برشا مش كيف الفور. انا عندي خرجه صغيره لعايده. عم شفتها بقضية عايدة بنت عمي عايدود، ما كنت تعرفوها عايدود بتاع اليوتيوب لما حالة هي ما عادش تعمل في اليوتيوب برشا، أما أكيد متذكرينها. عندي قضية باش نشيلها، عندي سربيسي يعني شريته وما روحتش بيه، باش نمشي نجيبو أتا نوريهولكم كي نروح للدار ونرجع بقد تربي قبل ما هيجي ترجع تعاود الخبز إن شاء الله، خاطر اليوم سخانة ورمضان فهي تحب تعمل خبز قبل ما تدخل للعشاء. وعلى فكره راني اليوم باش نتعشى عندهم زيد دار عمر وهاجر توقت لي هيدا باش نتعشى عندهم. لا اليوم مانيش مروح، قال لي يقعد زيد يقعد نهار. خاطر البارح جبني مخر وشافني في حاله وكل شيء غايظتني روحي وقلت له تكلي النهار تعدى وتحسب علي ولا، قال لي زيد كم نهار لحد في الليل ما بيت عنده. هذه قد يرحم والديك ووالدينا. حاجه اخرى زينه تدفى براها مريحة الخميره طالعه تو في خشمي، معناها ما تخافش منها. اي لا ما تخافش منها العربي باهية. لا حتى السخانه سخونه في ساعه تخمر. باهي انا باش نعبد قلت لك ماشي لدار عايده نستنى فريد باش يهزني وان شاء الله ما نرجع لتكون هي في ساعه قبل ما تعود الخبز انا نرجع. باهي راني جيت لعايده قلت لكم راني ماشي لعايده وجيت جيت باش نهز السيرفيس. صباح الخير عيود. لاباس عليك؟ شنو احوالك؟ لاباس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشباب خفيف ولا رزين؟ خفيف. ما كاش خلنا حاجه تفيد به هو لا هو خفيف به. المهم لاباس عليك مالا انت؟ الحمد لله يا رب. يعيشك. والله منك تروح تعشي فيك. ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي يلزم حوت. يلزم حوت هما ما يعرفوش شنو تو نروح نوريهولهم بقدره ربي. ان شاء الله وانتم ربي يبارك لكم ان شاء الله رحمه عمي وعمتي والله ويرحم موتى المسلمين والله يعطيك الصحه. حاسيل وانا باش عايش اختي ربي فضلك والله الحق عاونتوني والله عينه كبيره والله كي تو كنت تصور انا مروحه معناها روحت وباش نمشي ونبدا نجي ونشري وجيت روحت في رمضان زيد ان شاء الله فرحت الاولاد يا ربي في نجاحهم ان شاء الله. يا عايش اختي ربي يفضلك انا في تونس ان شاء الله ان شاء الله نستنى في سميه باش تجي والبنات يعيشك ان شاء الله. هنهز وين هكا هو نستنى في تعب تاع الخبز الطابون في الصح بالله والله عيطت لي البارح صورت البشكوت ريتها ريتها البشكوت وريتها في التيك توك حطيتها ان شاء الله باهي ان شاء الله. حلويات هاو باش نبات عندهم اللوم زاد بيته هيا باهي هيا باهي خير خير يعايشك عايشك يعايشك في امان الله باهي ان شاء الله يبلغ يعايشك عايشك هادي الشارع خالي يا الله يا رب. هاي هجورة هاني جيت متصدرت لك انا الاولانية شميت ريحة الخبزة خبيرتها اللهم صلي على النبي. مرحبا بك. هاي شنوها؟ ما شاء الله خامرة شر. تقسمها على زوز. هاي باش تعجنها في هذي باش تقسمها على زوز ما تكفيكش واحدة برك. رحمة 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 والله رحمة. نحكي لك حكاية هادية باللي يسمع عمر قلت له تحب على الطابونة في السطح. شو عمل؟ جاب لي
اللوح يجري على الفرحان. تسمع فهد يقول لك حضر الحسيرة قبل الجيرة، حضر الحسيرة قبل الجيرة، حضر لك اللوح ومزل اللوح والعجينة قبل الطب ونمزل ما جبتش. يعني مش هو برك، حتى انت حضرتي الحسيرة قبل الجيرة. هيك هاو مرات شاء الله. نخليها كلها عجينة بالبداية وبعد كده نتعبوها ونشوفوا مع بعض. نكمل تعجينها الكل ونرجعوا بها، هي مش حتى على الحس دايما. هذه هكا الاولانيه خرجناها، وهذه التو الثانيه هكا كملوا خرجهم وضمهم مع بعضهم وتبدا تعمل شنو كعبه هكا. اسمها رماكسا نوعيتها به مال والله يشكر فيها والله اعلم. رجعنا تو نقسمها شويه زيت هذاك باش تكعبرها انتي طبعا. اي باش نعملها كعبر. طابورتي صغيرة نعملهم خبزات صغيرين مش كبار برشا هادية. عليك انتي عالترسيق. والله ما شاء الله صحت في ابن خلاد نتعدى ناخذ خبز من عنده يا خويتي الخبز اللهم صل على النبي ما شاء الله تعرف نتاع اربع خبزات مش خبزه واحده والله العظيم ما شاء الله. لا لا والله يعطيك الصحه شنو ضغط الخبز هاك النهار من عندك والله يعطيك الصحه خبزك بنين البنة بنينه ما الله غالب انت ولا معوج ولا منظر وما يسالش المهم بنينه مش محروق. قالت لي كنهار وداد نتاع تقطير الزهر قالت لي والله راني مش طيشنا من الخبز قالت لي اول ما بديت نتعلم نخبيه المعوج نخبيها والتيح نخبيه. كنت يحكي الخبز بعمره ما نهار قال لي ليش بها هكا ساعات ولادي يضحكوا لا ياكلوا خاطر تشجيع بالله كيفاش طب معناها النص اللي نعمل لك اربع خبيزات وهذا اربع خبيزات. تعرف ثمانية خبزات. اه باهي باهي. ثمانية باهي. ما شاء الله عندها طابونة كبيرة ما نجمهاش انا قلت لكم من تحت الوسط وهي ضعيفة رفقة طويلة رفقة اما طويلة تبارك الله عليها وليه وتعودت بها عاد هي ما شاء الله ملي عرست عاد كنا الغرب ساعات الواحد امك هي الله يرحمك انت طيب عليكم الخبز هي اللي هيك الله يرحمهم منها دللونا وحلو فينا وحنا وحنا رواحنا يبدا عنده عزيمه الواحد يعملها. امي تاخر وقتها كانت عملتها في السطح تحط السلوم وتطلع القصعه بالخبز وتهز كل شيء والماء بالسلوم تطلع على السطح وما تطيبها كان ما تهبطها كان حاضر باش خبيزه تبل امي خبيزتها يشرها تبارك الله زاد الله يشفيها ويفرج عليها يا رب. طب باش تغطيها؟ نغطيها ونمشي ونشعل الطابونة وبعدين نرجع. باهي مالا طالعين للسطح تو للسخان باش طلعينا تو للسطح. شفت مرتك اجا نحرشك مرتك باش طلعني للسطح تو قالت لي باش تحمي ما تنجموش تهبطوا اللوط. طيب انا هبطونا الطابونة اللوطة باهي. الله 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 بالحق هي صار فما فلفل وطماط يا عيني يا عيني. اه ما احلاها الطقس هنا. إليلا إليلا مبروك وحليلتها مشبهة تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هيا باهي الحمد لله يا ربي. والله عقبة لينا نعمل تويبينا هكا. محليها محليها ما شاء الله. ومجبيتها من برا زادة ومريقلتها أمورها. هاي. لو جاب الثقاك باش تشوي الفلفل زادة بعد ما نحمي. الطابونة خلينا نشوفوا تراها شو اسمها الكلبة؟ رندا. رندا. آه محليها محليها. البارح عطيت تصويرتها لسمية شيخت عليها. شيخت عليها هي راندا يا باش تهز تحجملها قالت تقوى يا ماما عسليم وباي باي باي عسليم 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 اه شنو قلت لي تنبح لها ما حدش علي خدي ما شافه خدي ما زين اللوحي يا لوحي يا لوحي ما احلى عينه وهو ما احلى ذين وهو ما احلى ذين تحب تتحمل تشد فيا يخسر ها 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 ماما شنو اش عندي ما عندي شيء ها ماما ها ماما ها ماما ها ماما ها ماما ها نحملك اخويتي الغالب ما نجمش نحملك تو ما نجمش نحملك ما زدت كيف
فسخي لي حوايج يا ماما خايتي الله تشرب وتاكل فاش تاكل باش شنو تعطوا فيه في الماك مقرونه كل شيء لا 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 اليوم مقرونه ما كليتهاش هذيك كانت بيتك تحب على الحم ميم على بنيتي طيب وها الدجاجه هاي الدجاجه تحطوا في الماء وتحطوا شويه ملح هكا عطشانه مشات تشرب برك الله مش عارة هذه مش اخضر ما يشعلك الخشاني باش نحطهم طبعا نزيد نحط الفلفل نحط كي العواد وبعد نحط نتفرج في هجرة أول مرة هي بالنسبة لي أنا أول مرة باش نتفرج فيها ما هي عمتها دربت على ديجا قداش مرة بخرك أول مرة كيف خايفة منها أكيد مش حتى خايفة أما المرة الأولى مرة يلصق الخبز مرة يحب كل مرة كيف البنات بالله هي باش نوصيكم اللي قراب لي انا سليمان ومنطقه ابني خليد وقشيره كل هذيك شكون اللي يعرف حد بالله يبيع في طوابن تين تين مش مغشوشين اكتبوا لي عنوانه ولا تليفون ولا اعطوني علامه وين هو بالضبط باش نكلمهم ونمشي ناخذ طابونه حابه طابونه نعملها في الفطار خذوا الفطار إيسانس ولا جيز هذاك بسم الله هاجر أول مرة تعمل الطابونة بل ما عملتش أنت طابونة أول مرة أيوة كانت بشر الله يرحمها اما هنا في المحمديه ما عملتش حتى عجيك طيب نعزل معاها وما تلصقش ما تلصقش هكا وكيف كي نجيب حط يدي في الطابون تو تعرف الحكار نتاعها ما تعملهاش برشا ما فيهاش برشا خاطر كي تحط برشا عوده وبرشا حطب تشعل تسخن لك ياسر تسخن برشا في الزيت مش تعمل انت وقت هني لاعيني مزيان يعني كان شفتها برشا حمرت والكل خليها تبرد شوي وبعد تالي ايوا امي كانت قبل ترش عليه التراب باش تهجع لكن هذا اللوح هذه جربته مره يطفى مش كيف العواد حطب قبل تجيب الصمد تاع ال ربي يعطيك القوة يا هاجر وخيتي والله السخانة أنا من بعيد وجايتني السخانة خلي أنت معناها توا باش تقرب لها راني نضبط البقرة اللي طيب اللي كاو بعدين مش مسالش ربي يعطيك القوة إن شاء الله ويجعل في ميزان حسناتك الناس اللي باش تاكل وراك الخبز أكيد في أجر لك أنت والله يا هادي توك على خاطرك أنت يعيشك عايش على خاطري انا ربي يبارك لك ان شاء الله والله بقرة طيبتو في الفور البارح ريح برشا طيبتو في الفور خوتي يسرى عليك ما عادش تعودي هاك في القايلة لا والله بالحق خذ تبارك الله انا بعدت على السخانة مرتي كي يبدا ريح الخبز ما يجيش به وتوا مش ريح تو تسمى هذاك علاش تحبه هاي لا شمس وسخانه زاده الخبز ونرجع نلقاها حاضر باهي هاي باهي باهي هاي هاي بحذاك الطابونه يا عمر انا راجعين متماسك الخبز العجينه يعني مش مرخوفه على الاخر اي الطابونه ما لازمهاش تكون مرخوفه هذه هذا يتبقى وفرشت فيه ملح فهوك تحته فهمتوا واحد هالخبز الطابونة أنا على هذاك والله الحقيقة يا هادية على هذاك قلت ميسال شو تعلم مرة هكا مرة معوجة مرة تعمل هاشي حتى مرة بعد قديش يزفير برك مرة حتى في الجمعة تو غير رمضان راهو تعطي يصعيب في رمضان والله يخلي منت رسمت محسوب كل يوم وانا ما شاء الله ما شاء الله أول ما كنتي نافحة به ورمضان شنو الوقت تغطي فيه؟ والله كلمت ماهيش سخونة برشا مع ما يقلقكش يعني أي وقت هكاكا ما ثلاثة خلينا نكمل تفطر الآخرين وبعد نرجعوا لكم
تو هذوما كل صفه تحطي عليه ملحفه. باهي تو هذيك ما تبش تحطي الملحفه ترجعيها. تحطي الملحفه الاخرى ورجع عليها. اوكي. هكاك ما يلصقوش مع بعضهم. يجبر بخاطرك يا هجورة والله سخونة الدنيا هكا هجعت شوية حسيتها بليتي شفتك بليتي دين نتاع الروبة صحيتي فكرة بيا نتعلم منك هذيك اللي عم طابونا بسم الله نسموش بالدين هذا في الدار غادي بعيد شويه لازم تبلها الخبزه بالماكي باش تلصق صحيت ما فيش ناس في عارف جربي جربي هذه ونحطها انا هنا لهنا باليدك به هبتي 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 ما تنسيش زعما هذه والله هبل نخرج هذه باللي هذيك انت مبركيك هذه خاطر سخون باللي شوي هاي كان تحت شعرنا في ديجا صاين بسم الله الرحمن الرحيم من فوق هكا هذه الوجه نتاعي تلصق فيه هكا بسم الله هكا هكا. لا لا العكس هذا بسم الله بسم الله ايوه هاكا تعلمت هاكا ما عليا بنتي صي وليت طيابة هذاك هو انت لصقتيهم اي صي تو ثم واحدة بدات تو تبدا كي تطيب صي بدات باش تطيح هذيك يجي من جمل نجا وري بديت تنح بديت تقلى واحد هاي هذيك اما مازال هاي هكاك هكاك تبدا الخبز ومن بعديك تحصل ونصور لكم كي تجي باش تبدا هكا تو تمسح عليهم بالماء شريقه مبلوله ما شاء الله بسم الله الله اكبر ما شاء الله اللهم صل على النبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على مراية خويا خويتي تبارك الله والله العظيم اللهم صلي على النبي مش متعودة مسكينة نسير راك يعمل عزيمة يا عيني يوسف يضحكوا علي يقولوا لي انت باش تطيب اي شبيني قلت اي والله وتلقي التشجيع يا زلمة مش خاطر كان عندك عزيمة وغيرك يطيح لك العال لا الواحد المورال صي ما تنجمش تكملها اللي لاصقت الطابولة واللي خرجت هكاكا الله يعطيك الصحة هكا عمرو يرشرش في الدنيا باش تبرد شويه السطح وطابون تشعل ما شاء الله مسخانه مسكينه تبل وتعاود في يديها هجر سخونه خويتي والله عندك حق والله وما يقلقكش الفلفل توك باش ترميه في الاخر ما تبرد تكون بردت شويه لا هو عندي المقص المقص فيسع فيسع وتجي فيه ريحه هاديه خبزه طبيعية بيو والله 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 يقبل لي هادي كنا خلت طول على خبزتي الساعة باهي طولي طولي على خبزتك هاي حتى كان يبلنا نورمال عند عمر خاطر الدنيا سخونة قبل هادي كنا نطيبوا الخبز بعدين آخر لحظة تشوي الفلفل ونحطوا ورا الدار التالي فلفل وزيت الزيتونة وطماطم يا حي يا حي بابا عمره الحليب ما يعرفش يا عمري يا عمري هذا فطور الصباح تحكي انت فطور الصباح ما شاء الله
خيومي زادة كانت مش كانت تعمل الكانون وكيف تي الصباح وتشوي لك قرون فلفل على الكانون قبل التي. هذاك هو فطور الصباح يفطروه هي وبابا واحنا زاد معاها ساعات. سخن الكهتة ما مسيتوش انا. لا ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. اللهم صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه تتعلم حتى انا زاد تو يلزمني نعمل كوراج الحقيقه الحقيقه. وانا لصقتها وين ريتها اللي لصقت هذيك هي هذيك هي والله نسيت انا هي منهم جهه لصقت. بسم الله تو تنحيهم بالسكينة. مسكينة لبست القوندويت باش تنحي بها الخبزة وتبليها القوندويت هذاك اللي ينفع هذاك الخبزة هذيك سليمة كلهم تبارك الله. هذه شبيبة نتاعتي يا للا يا للا يا للا عم بوزينها محلاها. بسم الله ما شاء الله لا تبارك الله الطابونة باهية زادة. علاش أنا اخترت هذا؟ تين تين أصلي. شوفوا شوفوا ما شبه من الخبز زيت، مش معناها خبزتي أنا هذه اللي لصقتها ليها، ما نحكيكم ما شاء الله، والله متاع يديات، اللهم صلي على النبي، تقولش عليها متعودة، مسكين اللهم لطف عليه، اللهم صلي على النبي، ما خذهاش بالنفس بلا مراية خوي، اللهم صلي على النبي والله العظيم. تبارك الله على مراية خويا خيتي والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. هاي شكيدة حشمتي ما شاء الله. ليه والله ليه ليه وخيتي والله خبيزات نتاع معلمي. تبارك الله اللهم صلي على النبي. تبارك الله اللهم صلي على النبي على مرت خويا. نبدا نتشاهي فيه نقول لهم انا نحب طابونه طابونه كي نمشي لدار رفقه اختي يقين تقولها رفقه ما نحب حتى شيء كان خبز والله حتى الدنيا بارده مسكينه تقول لا مادام يقين تحب الخبز هكا طيب لها يعطيها الصحه. في السميد عندهم السميد السميد مقطوع يتسمى مقطوعة كل مرة الحقيقة ولاد الحلال اللي يدبر كما حتى انا دبرت من غادي دبر انا حق ويدي دبرت لي شوي سميد يعطيها الصحة يرحم والديها واكل نتاع تقطير هذاك السميد يعطيها الصحة والله وشوي سكر وقتها ربي يبارك لها ثاني ناس تدبر لبعضها بالله. هو باش ترمي الفلفل الخبيزة الطابو الحمد لله خلينا بعد شوي خاطر خبيرة تسكر لي السخانة. هاي ربي معاك. سمي في ريحة الفلفل هادية؟ فيزا طلعت تبارك الله. هاي فلفل حار ذاك ولا متوسط؟ والله قلت له حار الله أعلم. إن شاء الله إن شاء الله. جاو خبيزات يلمه والله مصلي على النبي قالت لي هذايا على زهرك انت جاك الخبيزات باهي والله بالحق هذه والله اول نهار يجي هكا مزيان او ما شاء الله ما شاء الله يا ربي هي ماشي وتتعلم هاي بطبيعة الحال هاي ماشي هاي ماشي بتحسن والله ما شاء الله خبيزات يشرهوا ان شاء الله كان نوصل لنا نعمل خبز كيما كيكه هي والله تاع المهم اعطيك طابونه صغيره هذه انا كان جاتني كبيره ما نجمهاش باش نكتب بالحق ثم اصغر من هذه هذه ثم اصغر ما يظهر لي هذه باهيه هذه باهيه صار نتصور ماهيش كبيره برشا علينا هاي لا باهيه وهو شنو مو حتى المره الاولى يطيحوا لي نعمل مع وجين كذا ما عليك نشد بلاصتها تو حتى عمك نور الدين يظهر لي لصق معي الخبز هذاك زعيم يقول لي هاتي خطه حتى انا نتعلم تو نقدها بالبداوي. الله 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 شكون هنا زي على السلامه يا جارنا صباح النور لاباس عليك الحمد لله لاباس شكرا الحمد لله الحمد لله هذه دار خويا شكري انا جيران شفتونا هذه دارنا اللوطه دار فريد غاديكا او دار شكري هذيا شفت ما شاء الله هجوره ولد طيب الخبز وين نزيها والبنات لاباس عليهم عندكم ضيف اليوم
لباس صابرين بيه طليت عليها انت؟ لا لباس الحمد لله لباس عليها هي وراجلها لباس. رحت بحذا لحد اشتا لي صح عليك مال بنيتك خي كان انت ما تمشي ليش وتقعد وتتعشى بحذا وتحن عليها. قلت لها لا بيت انا مسكين تحبك تبيت لا تحبني نبيت عندي حنين ماك على بنيتك معروف انت حدا من هكا تلقيه هي بحذا رجلها رمتها. لا لا كهو ربي يهنيهم ان شاء الله ربي يهنيهم. صايي قريب نكمل هاني قريب نهبط هاد السنة اللي جيت نجي انا جيت الباه المره فاتت انا وابراهيم ما سمعتيش قالت نجي لامي نحولها لامي باهي خلينا نهبط مال هاكا ماشي لامي يا هاجر هاكا معروفه باش تشوي انت السلاطه هاكا باش تكملي طماطم وتكمليها وبعد نتقابلوا في العشاء ان شاء الله ان شاء الله باهي يلا باي باي دروج هاجر دروج السطح نتاعهم عالي هذه الفوقاني وبعد ندخل دار وبعد نخرج نهبط اللوط أنا جاي أنا جاي أنا جيب مش نخرج من دار عمر هذي هذي نتاع عمر باهي واحد يخاف يخاف يرد بالو على الهبطة هذي كيفاش الدنيا تخوف على الطيحة فهمت هاي بسم الله هاي مازلنا في خبز الطابونة جي معاش في جي معاه خبز الطابونة وصلتنا شوية سلام والله تصدقوا كفتاجي سنة ما ذقتوش سلطه مشوي والله سلطه مشوي كليتها الكفتاجي ما عملتوش نعيا ونوطول ونحب الوقفة وخيتي هو انا مرتين نعمل ال كفتيجي صرت شويه شويه في الطابونه غير هادشي سهله صافي ساعات ونهار تكلي يبدا ريحه كي وكنا نعملها في الطبق هكا في على الغاز وانت مرتاحه وانا مرتاحه انا ماني نروح من نساني والله العظيم نقول لك يا مشوم نقول لك هاني والله العظيم نطيب الشرب ونطيب معاه شنو نزيد ونعمل كعبه بريكه ونعمل سلطه خضراء باش نوقف نعمل كفتيجي ساعات يدخل معايا الحق نور الدين الكوجينه زاده اما مش ديما ونخطو مخر كما قلت ما عادش عندنا وقت لا انا لا هو عندي مكتبنا ان شاء الله تو شنو حطيت فيها عاد خلينا نقولوا طماطم كعب مقلي فلفل مقلي قرع عظم وبطاطا قرع اصفر اي ايوا باهي واللفح نتاعو عاد والله ملح وفلفل كحل يعني شويه زيت زيتون وزيت زيتون وبعدين نحطوا هذي ايوا وما يحبوش والله نسيت نحط فيه بصل ومعدنوس لولاد محليه سعودي حتى هكا بنين يا بنتي ما يصيرش تقعد توازي نص هكا ونص هكا ما تجيش اي خليه يبداش معدنوس مش مشكل والله اما والله يجيبني الحقيقه هكا هو هذايا وبعدك يتزين حط في الصحن ويتزين تو نرجع من بعد للطاوله نتاع الفطور وتشوف شنو حضرت هاجر اليوم مش حاجه كبيره هاديه لا الحمد لله يا بنتي نعمه من عند ربي مائدة الافطار ديما فيها بركه والله العظيم انا نجي طلع لي شنو طيبه نور الدين اقسم بالله حاجه بسيطه ونشبه ونخليهم منها ما ناكلوش انا نقول لهم علاه تلوح الماكله حرام والله شوي ليه وتتلوح وانت تلوحها ما تتلوح والله تحطها في الفريزر وتكمل تغدى تسخنها الناس الكل تعمل كيكه يحب واحد حاجه جديده لبنات انت يا ابراهيم عمر ما يحبش البيت بالسيف ياكلها ماذا في حوايج جديده زدنا معها حاجه بناتنا هذه انا بيدي هكاك في رمضان تحبي حوايج جديده نحب حاجه اخرى هكا يا رب زياده كبير ولا حاجه زياده نسرحوا كاين مش رمضان هاو الواحد يشتهي يا خايتي والله حاجه خفيفه تزيد مش فيها بيساي من الواحد خاصه انت عندك البنيه الصغيره تصوم معاكم وكل ماذا بك تفرح بحاجات ديما هكا والبنات تعبين زيدا وابراهيم يروح من القرايه شنو العشاء ماما وين اخوك لو شنو دبرت لي وشموا عاد ان شاء الله الريحه من الباب باش من الزيارة هكا هم بعد تشطف الصحنه وتتزين ان شاء الله هاي يا سيدي مرحبا بكم ونودكم لنشهيكم بعدك الخبز بالطابون اللي شفتوه الفوق انا على طاوله الافطار مع اخويا عمر وهجوره ولاولادك وولادهم هذا هو شنو اسات مشوي اللي وريتك في الطابونه والباقي حضرته هجور ربي يبارك لها ان شاء الله وبمساعدة العائله بتاعها تبارك الله عليهم ربي يبارك لهم ان شاء الله وان شاء الله ربي يطعمهم من طعام الجنه وربي يوسع رزقهم ان شاء الله ويعطيهم صحه للدنيا ربي يفرحهم بنياتهم وينجحهم ان شاء الله يا ربي تحياتهم الكل وربي يطول في عمرهم خي ومرايه ان شاء الله وربي حجه ان شاء الله
ونقول لكم شهي طيبه وصح جبتكم كل واحد وقته. وملتقانا في فيديو اخر ورا هذا يجي فيديو اخر ان شاء الله من عندها جوره ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله.